معاهد وطنية التي تتكون منها جامعة محمد بوقر ببومرداس، المعهد الوطني للهندسة الكهربائية والإلكترونيك سابقاً. هذا الأخير عرف تطورات حثيثة من قسم بكلية علوم المهندس إلى معهد وطني مستقل بذاته إلى ما هو عليه اليوم معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك. دعم بهياكل بيداغوجية جديدة وبطاقم تأطيري من أساتذة التعليم العالي ومن تكوين أمريكي. طريقة التعليم في معهدنا مستنبطة من طريقة أنجلوساكسونية، بالأخص طريقة أمريكية محضة. إلي بازي أنجليز، دونك عندهم برنامج انتنسيف في اللغة الأجنبية بمعدل 18 ساعة في الأسبوع. دونك في آخر السداسي الأول الطالب يكون باستطاعته الكتابة والقراءة والتكلم باللغة الإنجليزية، وفي الأخير إلي فريمو بيان فورمي اون لونغ أنجليز إي اون تكنيك. المعهد يرتكز على قاعدة تكوين بيداغوجية إنجلو ساكسونية، مع أخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات، وذلك بتبني اللغة الإنجليزية كلغة التكوين والعمل، بالإضافة إلى خلق سياسة تكوين متوازنة بين الجانب النظري والتطبيقي. هذه القاعة لسبيسيالمون افكتي بور لي ستوديون qui prépare le projet de fin d'études. Ils font le volet pratique. C'est un groupe d'étudiants qui travaille justement sur leur projet en vue de soutenir Nihayat al-Am, Inch'Allah. Voilà, donc pour les étudiants, on leur donne du matériel, équipement technique et scientifique dont ils ont besoin pour faire le côté pratique de leur projet de fin d'études. C'est un exemple d'équipement qu'on leur a donné pour faire ce projet-là. للمعهد ثلاثة أقسام: قسم التعليم القاعدي، قسم الإلكترونيك، قسم التحكم الآلي. كما يعمل المعهد على تكوين في الشهادتين: شهادة مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والإلكترونيك، شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. لا يمكن الحديث عن أي هيئة تعليمية بدون التعريج على الرصيد الوثائقي والبيبيوغرافي، فمكتبة المعهد تكتنز على مراجع تصب جلها في تخصص الإلكترونيك والكهرباء، وما يميزها طبعتها الأصلية. مكتبة معهد الإلكترونيك والكهرباء مكتبة متخصصة، حيث تحتوي على تتوفر على رصيد وثائقي هام، كما تقدم خدمات معتبرة. هذه المكتبة الأساسية لها مصلحتين إضافيتين: مصلحة كما ترون الكتب الدراسية، وتحتوي على 95 عنوان. أما بالنسبة لمكتبة إكسترا بوكس تحتوي على حوالي 8000 عنوان بمقدر ب 12000 نسخة. للمعهد مخبر لصيانة تجهيزات ومعدات الأعمال التطبيقية، يقوم باستقبالها لصيانتها في حالة العطب. هذا هو المخبر اللي يقوم بالصيانة، وقبل الصيانة لا ريسبسيون دابور دو ماتيريال على حساب لي دوموند بيداغوجيك نتاع الانستركسيون. ومن بعد هنا سو نيفو اون ا لو كونتاكت كونتينيوال على لابوراتوار لي زونسينيون، توجور لا ميز اجور دو ماتيريال، توجور لو سويفي لا مينتونونس غراس بيان سور ا اون دوكيومونتاسيون توجور دو دومين ا اون بيس دو ريشانج توجور ديسپونيبل. سي دي زيكيبمون دو مارك، واش ساعدنا باش خليناهم مازالهم مستعملين حتى اليومنا هذا، هو كوننا دائما عندنا
les inspections. Les inspections régulières au niveau des laboratoires ou la disponibilité telle la documentation technique qui nous permet de réparer, de calibrer, ainsi que les composants, c'est-à-dire la pièce de rechange a été acquise en même temps que l'acquisition du matériel. C'est la meilleure façon pour qu'une maintenance puisse marcher régulièrement et qu'on n'ait pas de, c'est-à-dire de problème. الخير دليل على نوعية التكوين مستوى الطلبة. يتبع المعهد سياسة متفتحة على القطاع السوسيو الاقتصادي، إذ يستفيد الطالب من تربصات نهاية الدراسة، وجلهم يتم توظيفهم من قبل الشركات ذاتها. INELEC is gives student good training because we start in the first year by 6 months. INELEC تعطي لطلابها تكوين جيد وهذا راجع للدروس المكثفة في اللغة الإنجليزية بدءا من السنة الأولى وبعد هذا نبدأ في الدروس التطبيقية كما نقوم بعدة تجارب في المخابر البيداغوجية وكل هذا يعطينا رصيدا معرفيا جيدا. So we end with a good level and a good backgrounds. We have a chance to study in English, so we can learn. نحن محظوظون كوننا طلاب بمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك. لدينا العديد من الدروس التطبيقية بالإضافة إلى فرصة التحكم في 3 لغات، كما نحظى بتأطير نوعي من أساتذة المعهد. So we have the chance to learn many things. الحمد لله كما أنا في إنيلك بيان عندنا إمكانيات مليحة ساعدنا مليح باش نخدمه، كاين الكالم، كاين مكتبة مكتوب، كاين هذا مشروع نهاية الدراسة نتلعب إن شاء الله بدية تكوين قاسي، مشروع هو على الجراوندينغ هو ميزالاتير بالفرنسي، يعني بريبار أنا وصاحبي بيرو متاعي تحت إشراف استاذ ابو تورا، راي انا بالعقل ستيب باي ستيب كما نقولوا، راي تعاون فينا وانا مدين. مد جسور اتصال مع شركات عامه او خاصه، جزائريه او اجنبيه، وحتى متعدده الجنسيات في قطاع المحروقات والاتصالات، ولا يخفى ما لهذه السياسه من قيمه لا يمكن الاستهانة بها. باثولوجي اوستيو ارتيكولير دوريجين بروفيسيونيل هو عنوان اصدار جديد عن ديوان المطبوعات الجامعية.